السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامل الناس كي يموتوا ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين باعتبار الحسنات والسيئات التي تصلهم وهم في قبورهم. القسم الأول ناس يموتوا وتنقطع عنهم الحسنات وتنقطع عنهم السيئات، ما خلوش حسنات تصلهم إلى قبورهم، وما خلوش السيئات والعياذ بالله تصلهم إلى قبورهم، تنقطع عنهم الحسنات والسيئات، فمصيرهم يحدد بما ترجح من حسنات وسيئات فعلوها في الحياة الدنيا. القسم الثاني ناس تموت وتركوا حسنات وتركوا سيئات وهم في قبورهم، تصلهم الحسنات وتصلهم السيئات. عن هذا القسم والصنف إن شاء الله نتكلم اليوم. هذا القسم كذلك ينقسم إلى ثلاث أقسام، الناس اللي تموت وتخلي الحسنات وتخلي السيئات، هذو ينقسموا إلى ثلاثة أقسام. تبع معاه، إنسان يموت ويخلي حسنات ويخلي سيئات وهو في قبره تصله الحسنات وتصله السيئات، هذا مصيره يحدد بما ترجح في الميزان من كثرة الحسنات أو السيئات. هو دار الحسنات والسيئات ومات وخلى حسنات وسيئات وراه يتوصل له في قبره، إذا كلها تجمع وتوزن، مصيره يحدد بما ترجح من حسنات وسيئات. القسم الثاني إنسان يموت ويخلي غير الحسنات، ما يخلي السيئات، في حياته دا الحسنات والسيئات، لكن كي مات خلى غير الحسنات تصله إلى قبره، هذا مصيره وأجره ودرجته تحدد على قدر الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث مع كل أسف إنسان يموت ويخلي غير الذنوب ويخلي غير السيئات تصله وهو في قبره، إنسان هو في القبر تاعه ميت والذنوب والسيئات تصله وهو في قبره. شكون هذا الصنف؟ إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنه في تسجيل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.